واهم من يظن أننا سننسحب من ساحات الاعتصام. هي إحدى صيحات متظاهري ثورة تشرين في ساحة التحرير وسط بغداد أثناء توافد الآلاف منهم إلى الساحة بعد انسحاب أتباع مقتدى الصدر. ورغم انسحابهم إلا أن المعتصمين في الساحات أكدوا أنه متوقع ولم يفاجئهم. والله انسحابهم هو كان تقدر تقول محسوب لحساب من البداية، يعني أنا متوقعين راح ينسحبون، لأن هو من الأسبوع اللي فات انسحب 9 مخيمات من التابعة لتيار الصدر يعني من هنا، والباحة ورا البيان مال السيد انسحبوا البقية، وحتى سمعتك وقسم يعني رجعوا للتحرير وما قبلوا يدخلون مرة ثانية، فيعني شيء متوقع. آراء المتظاهرين بشأن خبر انسحاب أتباع الصدر من ساحات التظاهر كانت متباينة، إلا أنها أجمعت بأن المنسحبين هم عراقيون في نهاية المطاف وهم أحرار في قرارهم. هذول أخوتنا اللي انسحبوا كلهم أخوتنا، لا زال بعض الأخوة مستمرين، بس هاي فتنة سوتها الأحزاب الإلكترونية، فتنة سوتها الأحزاب الإلكترونية خلت الوادم، خلت بعض الخيم تنسحب، وإحنا مستمرين إن شاء الله، أبد تراجع ماكو. هاي ساحة التحرير وكافة ساحات الاعتصامات في كافة المحافظات هي للأحرار، للعراقيين، والثورة ثورة الكل. انسحاب بعض الأشخاص من التحرير هو كشف لهوية المتظاهرين الحقيقية، كون أنهم متوجهون ويأتمرون بأمر شخوص معينين وهم ولائهم لغير العراق، وإن كانوا يحبون العراق ولكن يحبون العراق لأجل شيء معين لا أكثر. أما عن محاولات القوات الحكومية وميليشياتها اقتحام الساحات وإنهاء التظاهرات، فيرى متظاهرو ثورة تشرين أنها بديهية بعد سقوط جميع الأقنعة عن مدعي نصرة المتظاهرين والتضامن معهم. سببنا ضغط عليهم كبير، فيريدون يفضون هاي التظاهرات بأي شكل كان، وجوانا غدر من هنا ونرجع لهم وإن شاء الله بعد كل ما يجون نرجع. وبمجرد انتشار خبر انسحاب عدد من المتظاهرين من ساحة التحرير، جاء الرد سريعاً من المتظاهرين بتوافدهم غير المسبوق إلى الساحة للتأكيد على أن التضحيات الجسام لن تذهب سدى. أنا هنا أخوي شهيد، أنا أعطيت هنا أخوي شهيد يوم 15-11 وما انسحبنا، واليوم جايب عائلتي وجاي من سمعت هاي الأخبار، وبعض التيارات القليلة اللي انسحبت شوفوا هاي مليونية لو ما مليونية، مو بس بالتحرير، روحوا للناصرية تلقى نفس هاي العدد، روحوا للنجف نفس هاي العدد، روح العراق كله منتفض. ولعل دموع وحرقة هذه المرأة الثائرة على استمرار سقوط الشهداء وإحراق خيام المعتصمين وملاحقتهم في مقابل صمود وصف بالأسطوري من جانب المعتصمين تجسد ثورة تشرين حرفياً، وتؤكد أن الثورة حية مستمرة.